الرؤية الملكية لمغرب يسوده السلام والتنمية والازدهار شكلت موضوع مداخلة لسفير المغرب بجنوب إفريقيا السيد يوسف العمراني مساء أمس على قناة جنوب إفريقيا العمومية، لقاء إعلامي تناول جملة من القضايا الراهنة ومن جملتها قضية وحدتنا الترابية. تفاصيل هذا اللقاء مع لطيفة بن حليمة. في مقابلة خصصت للمغرب أكد السفير يوسف العمراني الذي كان الضيف الخاص بهذه القناة أن خصوصية النموذج المغربي ترتكز على هوية تعددية يتوحد فيها التاريخ والروح حول نفس الطموحات ونفس القيم ونفس التطلعات، مبرزا أن انسجام مصير المملكة هو نتيجة لتلاحم الاختيار والروح التي تتناغم فيها بطريقة فضلى الرؤى الملكية لمستقبل الوطن. وفي هذا السياق سلط الضوء على تاريخ المغرب العريق الممتد على مدى 12 قرنا لشرح الحاضر بشكل أوضح، قائلا إن المغرب بلد الألفية وإن مصيره تشكل منذ أمد بعيد حول تلاحم عريق بين الشعب والملكية. وبخصوص إدارة الأزمة الصحية الناجمة عن فيروس كورونا، أشار السيد العمراني إلى أن الاستثناء المغربي في إدارة هذه الأزمة يعود أولا وقبل كل شيء إلى القيادة الحكيمة لجلالة الملك محمد السادس الذي جعل مصلحة الإنسان فوق جميع الاعتبارات والمقاربات والرؤى الأخرى، مؤكدا على شجاعة المقاربة المغربية القوية والاستباقية، حيث لم يتبنى المغرب موقف الانتظار أو الاكتفاء بأنصاف الإجراءات واتخذ الإجراءات الصارمة والضرورية في الوقت المناسب دون ترك أي مجال للتراخي أو التردد، مذكرا بتأسيس صندوق التضامن وبالإنتاج الضخم للأقنعة الصحية وبالتعبئة العامة للشعب المغربي لمواجهة الوباء. وفي معرض تناوله للوضع في القارة الإفريقية أكد الدبلوماسي المغربي أنه في مواجهة التحديات الهيكلية والشاملة تحتاج إفريقيا إلى إجراءات متضافرة ومتضامنة وموحدة، مبرزا أن التطلعات المشروعة للشباب الإفريقي يجب أن تجد أصداءها في التوجهات الاستراتيجية لسياسة قارية تطمح إلى السلام والأمن والازدهار. وحول مكانة المغرب في القارة أكد السيد العمراني أن المغرب إفريقي بجذوره ويترجم انتماءه القاري عبر العمل التضامني الذي لم يتوقف قط، مشددا على أن إفريقيا يجب أن تبنى على أسس موحدة بدول قوية وديمقراطية ومسؤولة أمام شعوبها وتاريخها. وبخصوص الوحدة الترابية للمملكة أكد السفير المغربي أن مجلس الأمن الدولي حدد المعايير الواجب اتباعها لحل هذا النزاع الإقليمي حول هذه القضية، واعتبر أن مبادرة الحكم الذاتي التي اقترحها المغرب خطة جادة وذات مصداقية لإنهاء هذا النزاع الإقليمي، وأكد أن المغرب ملتزم بالعمل بحسن نية مع الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للمضي قدما بهذا المسلسل الجاري تحت الرعاية الحصرية لمجلس الأمن الدولي.